السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف بعض موقع وده بيخليك تعمل تصميم. تمام، هقول له ان انا عايز ابدأ ورك فلو جديد في كذا تمبليت. ممكن احنا نختار مثلا سيمبل تاور او هايبر سبيس من ريفت امبورت، ندخل ملف ريفت هايبر سبيس، نقدر نعمل البروبرتي اناليسيز. طيب خلينا نقول له نيو بلانك، حاجة فاضية خالص. هنبدأ بقى ان احنا نعرف المعلومات بتاعه المشروع، زي مثلا اللوكيشن بتاعي. فجأة نختار طبعا اللوكيشن اول حاجه، هتشوف بقى انت موجود في اي مكان. ممكن تعمل سيرش على المكان اللي انت عايزه، تقدر تعمل زوم اب و ان واوت زي ما انت عايز. ممكن تقول له انا عايز اشوف التوبوغرافي، عايز اشوف الكونتكست بيلدينج، المباني اللي موجوده حواليا زي ما انت عايز. تمام، قول مثلا اخترنا احنا ايه النقطه ديت. فهيظهر عندي بالشكل ده لو انا عايز اشوف المباني اللي حواليا. وبعد كده هختار سايد باي سكتش. وتبدأ ترسم بقى الحدود اللي انت عايزها للمبنى بتاعك. اهوت. ده السايد بتاعك، وليكن مثلا هختار هنا لهنا لهنا هنا. وبتشوف بقى انت عايز الجريد ده ايه. احنا مثلا اخترنا 10 متر للسنابس، اللي عايز ترسم من خلال درو ولا ايديت ولا سبليت. طيب هقول له سيف. طيب بعد كده ممكن نقول له انفلوب باي سايت. وطبعا اي واحد فيهم عايز ان انت ما تشوفهاش، هتروح دايس على العين هي هنا وتقول له البيلدينج هاي. شوف انت عايز بقى تخلي البيلدينج هاي قد ايه، عايز الفاونديشن ديبس بتاعك يبقى قد ايه، السيت باك انترفال وهكذا. طيب بعد كده تقول له بقى انا عايز ازود الليفل. خلي نضم الحاجات كده عشان نشوف الليفل اهيت. عايز الليفل يبقى ارتفاعه كام متر. تمام، الستاندرد في الهاي قد ايه وهكذا. البنت هاوس. تمام، طيب بعد كده بقى تقدر تقول له كور باي ليفل، عايز نحط كور. الضيف اهوت. تقدر بقى تضيف حاجات كتيرة جدا، زي ان انت تعمل اناليسيز بحاجات لذيذة. تمام، زي مثلا عندك هنا ليدي باج مثلا، دراسة للسامباس. هظهرها لك اهوت، هتبقى ريد الريدس هيبقى قد ايه. تقدر تيجي تضيف حاجات كتير جدا جدا. تمام، تقدر تشوف مثلا سيكشن لي اوت، فاونديشن، في انالايزر. تقدر تيجي هنا وتقول له انا عايز اخش بقى في الخصائص بتاعتها، وتبدا تعمل الاكسل انبوت مثلا البيلدينج كوست قد ايه، الحاجات دي كلها. طبعا من هنا تقدر ان انت تظهر وتخفي. هنا الاوتبوت. تمام، يقدر يجيب لك بقى الاكسل اوتبوت، الاكسل اوتبوت في الانكم، اللون تو فاليو، كل الكلام ده تقدر ان انت تشوف تحليل لكل حاجه. اللوكيشن، كل المعلومات انت ممكن تحتاجها هتلاقيها هنا. ممكن تقول له خلاص اخفيها دلوقتي.
ممكن عايز تضيف حاجات خاصة بيه، لو عايز تضيف حاجة مثلا من الراينو تقدر، بسيطة خالص. هتلاقي هنا ارفع الملف بتاع الراينو وتبدأ ان انت تشوفه جوه المود العادي. ممكن تقول له سامباس دياجرام، حاجات كتيرة جدا موجودة في برامج مختلفة. انت تحدد بس اللينس وتحدد الديت ويبدأ يطلع لك في الاوتبوت الكتريكال سيرفيس كالكوليت. ممكن نضيفها طبعا. بقى نبدأ نضيف هنحسب مثلا اللايتنج، اللود بتاع التكنولوجي، حاجات خاصة مثلا بالبلامينج، لود الاتش باك، خلي الاتش باك اكتر حاجة، وهكذا. تمام. والاوتبوت بقى يبدأ هو يحسبها لك. بالشكل ده حسب لك على طول الكالكوليشن. بس انا بس ده تقدر انت تدخل بقى في التفاصيل. الشادو اناليسيز، السولار تيست، في حاجات كتيرة جدا نقدر ان احنا نتعامل بيها. في حاجات خاصة بالاستراكشر، دي حاجة خاصة بالتوبوغرافي، شادو اناليسيز اهوت. لو رفعنا مبنى اكيد كل الحاجات دي هتبدأ تتفاعل معانا ان شاء الله. تمام، سواء من الريفت او من الراينو او من اي مكان. ونقدر نيجي هنا نقول له مثلا الفيزابيليتي اناليسز، المبنى ده هيشوف ايه لو في جنبيه مثلا نهر او في جنبيه حاجات معينة لازم انت محتاج ان انت تشوفها، تقدر ان انت تشوفها. في لو عايز تشوف الحسابات بتاعت التشيلر والهيت بامب، خلينا نرسم وول هنا اهوت. هنا تبدأ ترسم اللايت اللي انت عايزه وتقدر تقول له سيف. فبيبدأ يعمل تحليل للحاجة اللي انت بترسمها. خلي بالك تحت ان هو شغال ب HTML5. ولو جينا هنا على الفيو هتلاقي هنا الاعدادات الخاصة بالجريد وبالأورثو، وان انت تشوفها من اي جهة من الجهات. تمام، ان انت تشوف الاعداد بتاعت الانفايرومنت، ان انت تقدر تقيس اي مسافة انت عايزها. ففي شوية امكانيات جميلة جدا في الموقع دوت، بيديك معلومات. يعني ممكن عشان تعمل الحاجات اللي موجودة في الموقع ده تلاقي نفسك محتاج لعشر برامج تقعد ان انت تستطبهم، برامج ممكن تكون غالية. فالصراحة الموقع فكرته جميلة جدا، يعني واثق ان الواحد هيستخدمه في المشاريع بتاعته بعد كده ان شاء الله.